ولا يضربون من اجل هم يكرهون على ان يستمروا في محطتهم النضاليه، لان الحكومه لا تنصت الى مطالبهم. الحكومه تنصت الى نفسها وتقرر منهجيتها في الحوار. لكن الفاعل السياسي والحكومي ان يعيد ووعوده الانتخابيه او تلك التي وردت في البرنامج الحكومي رفعت سقف انتظارات الشغيله التعليميه. عبد الإله دحمان، الكاتب الوطني لجامعه الوطن الموظفي التعليم، منضويه تحت لواء اتحاد الوطني للشؤون المغربيه. طبعا هذه الندوه هي تندرج في اطار واحد الاليه تواصليه للتقاسم يعني الكثير من المستجدات والمعطيات مع نساء ورجال التعليم، يعني من خلال يعني الاعلام الحاضر معنا المشكور طبعا على حضوره وعلى وفائه للحضور. وهي هذه الندوه تاتي يعني صبيحه يعني هذا التوقيع على الاتفاق ديال 10 ديسمبر 2023، هذا الاتفاق الذي لم يكن له اثر على محاولات استيعاب يعني الدينامية النضالية من جهة، ثم ايقاف الاحتقان المتنامي والمتصاعد داخل يعني المؤسسات التعليمية وداخل القطاع التربية الوطنية. طبعا جئنا لنوضح على ان هذا الاتفاق هو يندرج، لم يقم بهذه المهمة، لانه يندرج في اطار نفس المنهجية التي تحكمت في الاتفاقات السابقة والتي ادت الى الفشل يعني الذي هو الان مسؤول على هذه الازمه المتناميه والمتصاعده داخل قطاع التربيه الوطنيه. نحن في الجامعه الوطنيه للموظفين التعليم طبعا، ومن خلال اللقاء الذي جمعنا بوزير التربيه الوطنيه يعني البارحه على الساعه 6:30، يعني اوصلنا رساله نساء ورجال التعليم، وقلنا بان على وزاره التربيه الوطنيه يعني ان تقوم بتنظيم حوار وطني متعدد الاطراف يشمل كافه النقابات سواء الموقعه او التي لم توقع، وكذلك ممثلي التنسيق الوطني، من اجل يعني طاوله حوار يتمثل فيها الجميع تحت واحد المبدا ديال سحب النظام الاساسي والعوده به الى طاوله التفاوض والى طاوله التجويد والى طاوله تصحيح الاختلالات ديالو المرتبطه بكل القضايا يعني التي سبق وان سجلنا ملاحظات عليها، والمرتبطه اساسا بالمسارات المهنيه يعني للفئات المتضرره، سواء تعلق الامر بسله المهام، سواء تعلق الامر بسله يعني تشديد العقوبات، سواء تعلق الامر بالساعات الاضافيه والساعات التضامنيه، سواء تعلق الامر بالتعويض عن العمل يعني بالعالم القروي، سواء تعلق الامر يعني بتوحيد وتعميم التعويضات على كافه مكونات يعني الاداريه والتربويه، سواء تعلق الامر بتعميم الاليه ديال الترقيه بالشواهد العليا، سواء تعلق الامر بحل مشكل ديال الدكاتره، سواء تعلق الامر بتعزيز الموقع القانوني ديال المساعدين التقني والمساعدين الاداريين، سواء تعلق الامر بحل الاشكال ديال المتصرفين التربويين ديال التوجيه والتخطيط خصوصا الفوج ديال 2022 2029، سواء تعلق الامر بحل الملف ديال المبرزين او الملف ديال المستبرزين، سواء تعلق الامر كذلك بحل الملف ديال زلزال 10، سواء تعلق الملف تعلق الامر كذلك بمحاوله التقدم في الرؤيه يعني تكون منصفه لحل الملف ديال الاطور واساسيات يعني ديال التعاقد، لان اليوم النظام الاساسي لا يقدم اجابه مقنعه لهذه الفئه، سواء تعلق الامر كذلك بمربيات ومربو يعني التعليم الاولي او منشطي ومستشار التربيه غير نظاميه او مدراء ومديرات مؤسسات التفتح الفني وغيره يعني من الفئات التي لم تجد ذاتها في لا في النظام الاساسي ولا في هذا الاتفاق. ولذلك قلنا اليوم ان الاوان بشكل في اطار المسؤوليه الجماعيه يعني ان نذهب جميعا حكومه ووزاره وصيه وتنظيمات نقابيه وممثلي التنسيق يعني التنسيقيات الوطنيه، وان نجلس على طاوله واحده بصيغ مختلفه باليات مختلفه، ولكن ان يكون هدفنا واحد وهو انهاء حاله الاحتقان، وان يعود النساء ورجال التعليم معززين مكرمين، وقد استعادوا كرامتهم وقد استعادوا هيبتهم وقد استعادوا حقوقهم الى ان يؤدوا رسالتهم يعني داخل المنظومه التربويه والتكوين. والجامعه الوطنيه للموظفين التعليم مستعده كذلك بمعيه مكونات الحركه النقابيه ان كذلك ان تنخرط في حمله
لاستدراك ما فات، لأننا لسنا دعاة احتجاج ولسنا انتهازيين ولسنا وصوليين كما يريد البعض أن يوضح، وكأننا نناضل بأجندات غريبة على الشغيلة التعليمية. أجندتنا الحقيقية هي أجندة الشغيلة التعليمية، وأفقنا هو إنصاف الشغيلة التعليمية، ومعركتنا أيضا هي استعادة الاعتبار للشغيلة التعليمية والتعاطي والاستجابة لملفها المطلبي. إذن هذه هي يعني كل الحيثيات والمعطيات المرتبطة بتنظيمنا لهذه الندوة التي تأتي في سياق اليوم الأول من المحطة النضالية التي أعلنتها الجامعة الوطنية للمنظفي التعليم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.